عليكم السلام. ها؟ زياد شنو ايش بيهم؟ موظفين يم. موظفين؟ القادي؟ شلون؟ القادي موظفين؟ لا على طول. تعرف وياهم من جاي تحكي؟ من وين؟ تعرف وياهم من جاي تحكي؟ من انا مدير الشركة. يا شركة؟ شو عليك يا شركة؟ يوم عزك وعزب الشركة. اعطيني هويتك. شلون؟ اعطيني هويتك. شنو هاي عمو؟ تعال عمو تعال. بس تعال انت شو عليك انت؟ بس شو عليك انت؟ شنو شو عليك؟ شنو شو عليك شنو؟ تعود لك هي شنو تعود لك؟ بس افتهمني بس عراقي انت؟ بابا انا انا مدير شركة. طلع هويتك اقول لك. انت شو عليك؟ طلع هويتك. اقول لك طلع هويتك. اخوي انا مدير شركة. طلع هويتك يلا. انت شنو طلع لك هويتك؟ شرطة شرطة. لا اسمع شو عليك؟ اخذوه. لك بابا شنو؟ تعال تعال شنو؟ 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 بس ثواني ثواني انت تعالوا هنا ذولا ممثلين مو متسولين ابد ومسار ايضا ممثل بهذه التجربة. تعالي لي اوكي لي مسار اوقف هنا تجربه اجتماعيه انا كلش اسفه مسار اوقفهم يمك وقفهم يمك احنا نشوف الاونه الاخيره انت ارتاح واخذ راحتك بس تعالي هنا تفضل هنا احنا نعرف بالاونه الاخيره اكو الكثير من حالات التسول اللي نشاهدها بالشوارع كثير من الحالات والمواقف تفضل شويه لقدام نشوف حالات التسول منتشره عفوا بس سؤال يعني الاخ ممثل بهاي التجربه لانه احنا لا عادي ما فد مشكله حرق دمي تفضل هنا بس اعطيني وجهك للكاميرا بس تفضل هنا تفضل هنا يمي التسول ظاهره كلش ما حلوه نشوفها المشاهدين احنا كمشاهدين داخل بغداد وداخل الكثير من الدول نشاهد الكثير من حالات التسول الاطفال دي يضطهدوهم بالشوارع يصير احد عليهم مثل مسار يكون مسؤول على هذه العصابه فضل هنا وجهك للكاميرا بس وجهك للكاميرا بس اي بشر يعني مو بس اي عراقي اي بشر عنده انسانيه اي بشر اكيد حتى لو ما يعني مو عراقي أي انه حتى لو خلينا نقول يعني غربي بالدول الغربيه مستحيل اكو انسانيه بالموضوع يعني مو عفوا يعني احنا مو حيوانات تحملت اي بالله انا هذا كله بس يعني ما خلاني مجال شنو اكثر شيء استفزك بالشيء اللي صار بين مسار والاطفال دي عيط عليهم يقول لهم ما اعرف اللي سمعته يقول لهم ما اعرف المبلغ ايش قدم طالعين ولد منكم هالقد ما فد يعني فد اسلوب بس هذه الظاهره منتشره بالاونه الاخيره الكثير من الشباب بس صراحه انا اذا اشوف هيك حاله قدامي يعني ما اعرف يمكن شويه لحد لا ارجف انا بصراحه يعني ما انا شاهد بكل مكان اكو متسولين اكو الناس هم يخلوهم هيك حتى يتسولون اكو هم ما يحتاجون اكو يحتاجون اكو حقيقه احنا حاليا مدى نميز بين الحقيقه وبين الكذب بهذا الموضوع هي المشكله هي هاي المشكله لو نقضي على مثل ما يقول هسه اكو يعني شلون اقول لك اكو لا اكو جهات لا تشغلهم يعني شركات او مكاتب هاي لو نلغيها يعني بجهود ان شاء الله القوات الامنيه والدوله المفروض يعني يخلون حد لهي الشغله مثل المخدرات يعني يمكن اقص يعني بعد اكثر واقسى من المخدرات هاي على المجتمع العراقي لان هي هاي تؤدي الى يعني فشل المجتمع وانحطاط وبعدين مخدرات وبعدين هوايه شغلات من وراء هاي الشغله طيب هل تشوفوا هاي السنه هذه ظاهره التسول بكثره انتشرت اكثر من السنين السابقه والله اكو شويه حد بس يعني موجوده قبل اكثر لو هسه يعني قبل سنتين ثلاثه كانت اكثر بس هسه هم موجوده بعدها بس المشكله انه اللي اشوفهم هسه اكو مكانات محدده مكثفه يعني مثلا بالمنصور يعني فد مكانات هوايد اشوف بها صراحه لو كان الموضوع حقيقي لحد النهاية شنو كان اتصرفت ويا مسار؟ يعني الله أعلم يعني ورا بالكتلة يعني كم ما كان وصل للشرطة بصراحة يعني بصراحة لأن نرفزني يعني طلعني من شكرا لك وأنا كلش آسفة ولكن قبل ما أنهي وياك الحوار تقبل نعرض الحلقة لو عندك مشكلة لا عرضوها أكيد لا عرضوها حتى نوصل رسالتنا بصورة أوضح حتى ذول ممثلين أكيد الله شكرا لك الله يبعد عنكم الشر ان شاء الله انا كلش اسفه على الشيء اللي صار لك تسلم لي فدول عينك تسلم لي تقدر تاخذ راحتك انا اسفه كلش الله يخليك تفضل هنا انا مسار